انا عايز اقرب من الصوره بشكل اكبر ونطمن بالشكل المطلوب من زميلنا العزيز كريم احمد مراسل القناه الاهلي. يا كريم مساء الخير عليك. عليك يا زميل امير، كل التحيه ليك ولكل المشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بك يا كريم. النهارده كان استئناف النادي الاهلي تدريباته واستعدادا لمباراه النجم الساحلي. طمنا يا كريم كل الكواليس اللي عندك والاخبار الجديده بخصوص مران اليوم. بالتاكيد امير، طبعا يعني مش هزود على طبعا الاستفاضه اللي انت استفدت فيها في الاخبار بالنسبه طبعا لتدريب اليوم، لكن هبدا معاك النهارده كالعاده بحضور الكابتن محمود الخطيب والرساله الدائمه في المسانده والدعم الكبير لفريق النادي الاهلي قبل كل مباراه. هي مباراه اللعيبه محتاجه يكون في تواجد كبير بقيمه الكابتن محمود الخطيب، سواء اتكلم امير او ما اتكلمش، بتكون رساله مهمه جدا ان اللاعبين النهارده حضر جزء من تدريب فريق النادي الاهلي وعلى هامش المران كمان. يعني هخرج شويه على المران كده امير، دخل على طول على الصاله المغطاه، اجتمع بيه لاعبي الكره الطائره، اجتمع بيهم حياهم، مشد على اذنهم طبعا واكد على اهميه الفتره اللي جايه. يعني عايز اقول لك ان الكابتن محمود الخطيب بيقوم بدور الفتره اللي فاتت والايام الماضيه تحديدا لكل عناصر اللعب كره القدم، الالعاب الجماعيه، الالعاب الفرديه، ودي رساله مهمه جدا لكل الناشئ اللي طالع وكل اللعيبه المتواجده، ان اللي جاي هو الاصعب، فلابد يكون في تركيز كبير جدا خلال المرحله القادمه. ارجع معاك امير النهارده للتدريب، يعني النهارده فقرات متنوعه بالكره، تدريبات بدنيه طبعا كالعاده، لكن انا عايز اكد على نقطه مهمه جدا النهارده. يمكن تابعنا بشكل يعني كبير جدا اليو بادفي، الصفقه اللي وانا كنت عايز اسالك فيها كريم في الحقيقه، يعني مستوى عامل ايه؟ طمن الجمهور بحاجتين كويسين جدا شفناهم النهارده وان شاء الله هتبان، وكل محللنا طبعا اللي بيحللوا المباريات هيشوفوا باذن الله. اليو بادفي عنده الفينش حاجه رائعه جدا يا امير، التصويب اللمسه واحده والترنات والتحركات النهارده كان ظاهر بشكل مميز ورائع جدا. كان اول تدريب ليه في التدريب الجماعي، يمكن هو اتعمل له طبعا برنامج تاهيل من مستر رينيه فايلر، تدريبات شوتنج على الجون، كروسات، هيدرز، عنده يعني بيتركز كويس جدا في البوكس، بخارج البوكس عنده الشوتنج مميز، الهيدرز النهارده شفنا اكتر من كوره ليه، من الواضح مع الفتره اللي جايه ومع التاقلم مع اللعيبه، لان لسه انت عارف يا امير يعني خلاص هو بقاله 24 ساعه بس مع اللعيبه بالنسبه للتدريب الجماعي، لكن مع الدخول بشكل اكتر في اجواء النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي والهدف الوحيد اللي هو الفوز وشخصيه البطل، اكيد هنشوف ان شاء الله مجهود كبير وهنشوف مستوى كبير من اليو بادجي الصفقه الجديده للنادي الاهلي. بجانب طبعا بادجي الكل جاهز، الكل مركز بشكل كبير، الحماس والجديه امير اللي بنتكلم عليها النهارده اثرت على احمد الشيخ في كره مشتركه في كدمه قويه في القدم، لكن ده امر مشروع طبعا، الكل عايز يثبت نفسه، الكل عايز يكون متواجد سواء في التشكيله الاساسيه او على دكه البدلاء، لان مباراه النجم الساحلي لها اهميه كبيره جدا لجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ومجلس الاداره. ولو بنتكلم على الجمهور مستنين الجمهور يا امير، يعني ان شاء الله بالتشجيع المثالي وبالمسافة 10,000 ان شاء الله يكونوا اكثر من 100,000 باذن الله، الصوت والتشجيع يكون بيهز الاستاد اللي احنا مستنيينه، تشجيع من اول دقيقه لاخر دقيقه، لان النادي الاهلي فنيا بيشتغل بشكل كبير في المستطيل الاخضر، اداريا بيتم التنسيق في كل الامور، السفر، كل الامور الخاصه بالاداره، الكابتن سعد عبد الحفيظ ومجلس الاداره، يبقى الدور ان شاء الله على جمهور النادي الاهلي المنتظرين، وباذن الله يكون دعم وسند حقيقي لفريق النادي الاهلي في المباراه الهامه والمرتقبه، مباراه النجم الساحلي. الامور الحمد لله امير ماشيه بشكل مطمئن، بنتمناها كده ان شاء الله حتى يوم المباراه ما يبقاش في اي اصابات، ما يبقاش في اي امور تعكر صف كل جمهور النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي. وبيستأنف كمان النادي الاهلي تدريباته صباحا، يعني مستر فايلر بيحاول ان هو يكون في بعض التغييرات، تدريب يكون صباحي مسائي على حسب طبعا الرؤيه الفنيه ليه، لكن غدا ان شاء الله هيكون في تدريب 11 صباحا على ملعب مختار التتش، كل التمنيات للاعبتنا ان شاء الله يكونوا في الميعاد ويكونوا على قدر المسؤوليه كالعاده امير. ان شاء الله باذن الله. عايز اكلمك يا كريم بالتحديد على الكابتن محمود الخطيب، انت قلت لي ان هو حضر طبعا تدريبات اليوم، لكن هل كان في اي اجتماعات مثلا ما بينه وبين الجهاز الفني، ما بينه وبين الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ بالتاكيد يا امير طبعا، يعني وجوده النهارده اجتمع بكابتن سيد مستر فايلر، انا مش هنقدر نقول اجتماع على قد ما هو حث على الفتره اللي قادمه وتحفيز للفتره اللي قادمه، بيحاول بشكل مستمر لو في اي امور عند الجهاز الفني بيحاول يحلها كابتن محمود، لكن الحمد لله الامور ماشيه بشكل مطمئن جدا، الامور متوفره زي ما اكدنا وقلنا امير، مجلس الاداره بيوفر مناخ طيب جدا جدا لكل منظومه كره القدم وبالتحديد فريق النادي الاهلي، فالامور الحمد لله ماشيه بشكل مطمئن، لكن كان من الواضح ومن الاشارات اللي احنا بنشوفها طبعا من على بعد ان في يعني تهنئه طبعا لمستر فايلر على الاداء وعلى الاداء المميز الفتره الماضيه، ومطالبته كمان الفتره القادمه باسعاد كل جمهور النادي الاهلي، هي دي يمكن نقدر نقول ابرز
النقاش اللي كان بين الكابتن سيد والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره ومستر فايلر، بوجود ايضا كمان الدكتور عمرو محب المترجم الخاص لمستر فايلر، في تحفيز وفي رسائل مهمه جدا ان شاء الله توصل لكل لاعبتنا وتوصل لكل جمهور النادي الاهلي وتوصل ايضا كمان للجهاز الفني، وان شاء الله يا امير تكون فرحه كبيره يوم المباراه يوم 26 مباراه الاهلي والنجم الساحلي وسط جمهور النادي الاهلي اللي عندي ثقه كبيره جدا امير، واكيد عندنا كلنا ثقه كبيره ان هو يكون في الميعاد في مباراه النجم الساحلي. الشناوي والسولية بيشاركوا في التدريبات بشكل جماعي، لان في بعض الاخبار كده بتقول ان الشناوي بيعاني من كدمه، سولية برضو بيعاني من كدمه اخرى في المباراه الاخيره، هل هم شاركوا في فقرات التمرين كلها كريم ولا الامور ايه؟ الكل شارك يا امير. كويس، في تقسيمه يعني نقدر نقول ثلاث فرق مصغره يعني ثلثين ملعب الكل شارك، شيف اكرامي بيشارك بكل قوه، الشناوي متواجد، هي كانت كدمه طبعا في المباراه الاخيره بالنسبه للشناوي، لكن انت عارف الامير محتاجه تضحيات كبيره جدا من كل اللعيبه لان مباراه غايه في الاهميه وغايه في الصعوبه، الكدمه مش هتاثر والالم مش هياثر، وده اللي باين في كل لعيبتنا يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يحافظ عليهم لغايه يوم المباراه ومفيش اي اصابات قويه ان شاء الله، يعني تبقى عامله ازعاج للجهاز الفني، عندنا نقدر نقول 30 لاعب كلهم نجوم ان شاء الله اللي يكون باذن الله هيكون على قدر المسؤوليه ان شاء الله. باذن الله يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الوافيه في الحقيقه والكم الهائل من هذه الاخبار الهامه اللي تتعلق بفريقنا استعدادا للمواجهه المقبله امام النجم الساحلي، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي بنشكره شكرا جزيلا.